مساءكم بالخير أصدقائنا المشاهدين، وما كنتوا عم بتتابعونا أهلا وسهلا فيكم برحلة يوم جديد يلي رح تبتدي هلأ وبتمام الساعة 11:30 إذا الله راد. منودعكم المحطة الأولى رح تكون مع مروان حيدر خبير زراعي، مثل العادة بنحكي نحن ومروان عن السلة الزراعية، بيرجع بيعرفنا على نبتة بنحكي عنا سوا وبيخبرنا عن كل التفاصيل. صباح الخير لك مروان. بونجور سحر، بونجور للمشاهدين. يعطيك ألف عافية، مثل ما تعودنا دايما معك مروان بناخد فكرة عن سلتك الزراعية، شو فيها السلة لليوم، شو مميزاتها، نحكي شوي عن الأسعار، بنرجع بننتقل لنتعرف نحن وياك على نبتة من اختيارك، تفضل. ثانك يو. السلة بعدنا ماشيين فيها من زمان سحر، ما غيرنا، وقت ما بلشنا عملنا سلة ب 10,000 وهالسلة بيكون مشكلة فيها، في منها سلة بنسميها نحن سلة الفتوش أو سلة التبولة، سلة القرنبيط، سلة الباذنجان المدعبل، سلة باذنجان طويل أو الكوسة، كل هالسلالة مشكلة بتاخذها الست لعندها على البيت بتعمل لها طبخة. هو السلالة نحن بلشنا فيهم من زمان بسعر 10,000 ليرة، مع غلى الأسعار كلها اللي صار واللي الأسعار لما رجعت وطيت نحن خلينا السعر زيته والكمية لبل عم نزيدها ما عم نقصها. الفضل اكيد للناس يلي عم تعطينا منتوجاتها، يعني اكثريه الناس يلي عم تزرع بتاخذ شطولها من عنا، بتاخذ ادويتها من عنا، وبتاخذ البذور من عنا، بتزرعهم بس يصير عندهم منتوج، نحن بالمقابل عم ناخذ هالمنتوجات ونبيعها عنا ببيت الزراعه للمستهلك مباشره. من هالمنطلق قد ما بيسيرونا المزارعين، نحن بنضل نحافظ على استمراريه هالسله، بنضل نحافظ انه ما تروح السله لاسعار تتغير، يعني ما تروح بكميتها اقل، نحن الكميه دائما عم تضلها هي ذاتها ولا بل عم نزيد مثل ما ذكرت، واكيد النوعيه عم بتكون احسن واحسن كل مره عم نتعلم شيء جديد. كمان لجانب السله فوتنا المنتوجات على بيت الزراعه بانطلياس، هالمنتوجات هي شغل بيوت، يعني كل حدا بيشتغل ببيته، كان دبس العنب او دبس الخروب او رب البندوره، كبيس خيار، كبيس مقتي، زبده الفستق، البينات بتر يلي هلا كثير صارت دارجه، يعني ناس كثير عم تاخذها عم تستعملها يعني اذا بدنا يوميا الناس صارت تاخذ البينات بتر. هالمنتوجات كلها عم تكون منتوجات بيتيه 100%، ما حدا ما بنجيب شغل معمل ولا مصنع ولا اشياء مستورده من برا. بهالطريقه عم نعمل اذا بدك مثل بول دوناج، هالناس كلها اللي عم تشتغل بتعطينا، نحن بالمقابل بنعطي المستهلك، وبهالطريقه عم نحافظ على وجود المونه اللبنانيه. بتعرفي قديما بكل بيت بلبنان كان يبقى في دائما شيء اسمه قط المونه، هالقط المونه نحن رجعنا اذا بدك حركنا شوي الفكره اللي كانت موجوده قبل، هلا بكل بيت اذا البيت منه كبير عم يعملوا خزانه بسموها خزانه المونه، وخاصه بهالفتره هيدي بالغلى الاسعار اللي عم بتصير والاشياء النواقص يلي عم بتكون مش موجوده بقى على المرشي على السوق اللبناني، ناس عم تاخذ وتحط عندها ببيتها، هيك الله لا يقدر في حال انقطع شيء منتج عم بيكون موجود عندهم بالبيت. نحن بنشجع اي حدا عنده منتوجات ببيته، مثل ما تعرفنا على كل الناس اللي عم نشتغل معهم هلا عبر الاو تي في، عبر برنامج يوم جديد واجندا، نحن مكملين بهالموضوع، اي حدا عم بيجي لعنا ما حدا عم بيفل من عنا الا عم نشتري من منتوجاته، شرط اكيد انه تكون هالمنتوجات تكون معموله بطريقه مضبوطه، نوعيه نظيفه وطعمه اكيد كثير طيبه. فوتنا على المنتوجات المخللات والكبيس والاشياء الثانيه، فوتنا الكعك وسحر. دايما بنسال على الجوده والنوعيه والاسعار، يعني هول الاسئله ثلاثه دايما بينسالوا. ما عم تسمعني؟ صح، بلا عم بسمعك واضح. قد ايه اخذين، يعني اخذين هالامور بعين الاعتبار؟ اول شيء تقدموا جوده ونوعيه من خلال بضاعتكم اذا كان السله او اذا كان المنتوجات التراثيه، وقد ايه كمان اخذين على عاتقكم قصه الاسعار؟ لان نحن هلا بنعرف انه الاسعار شايطه بطريقه مش طبيعيه، فما بعرف يعني قد ايه كمان في المستهلك يضل يقدر يقتني هالانواع من المونه. صح. نحن الفكرة اللي بلشنا فيها هي كانت انه نشتغل دايركتلي مع ناس ببيوتها ونحن ناخذ لهم مونتون، وذات الشيء الناس اللي عم تزرع بناخذ الزرع من عندهم
ومنبيع. هلا اكيد في محلات معينه بيصير في عنا نقص معين، مزارعين بدلون بدلونا منين ناخذ منتوجاتهم اذا كان محلات بعيده وهن بعاد عنا يعني، وبنقطع وبناخذ هالمنتوجات تبعهم. الفكره انه بالمنتوجات البيتيه اللي عم نحكي الكبيس المقتي او العسل او رب البندوره او مربى التين او هالاشياء اللي بحاجه لا مربين او مزهر الموارد اللي بدهم قنينه او دبس الرمان، هول المشكله انه الانانه صاروا كثير غاليين، يعني الانانه والمربين صاروا غاليين عم بتعلي كلفه المنتج. هلا المنتج هلا اللي عم بيصير نحن الاشياء اللي بتنقطع من عنا، يعني وقت ببطل عنا تنفترض دبس الرمان، الناس بترجي لعنا بليز رجعوا جيبوا لنا، لانه لما يطلعوا على غير محلات وحقهم غير محلات نحن ما عم نضارب ابدا، نحن عنا اسعار منيحه لانه عم نشتغل ديركت مع ناس عم تشتغل ببيوتها. نعم. بيحسوا الفرق بالسعر، من هالمنطلق عم يرجعوا يطلبوا منا انه بليز ما تقطعوا البضاعه من عندكم تنضل نقدر ناخذ. عملنا فكره ثانيه انه اي حدا عنده مربين منه عايزها نحن بناخذ المربين كلها بسعر 2000 ليره، القنينه بسعر 2000 ليره، بناخذهم هالمربين بنعقمهم بننظفهم بنرجع بنعطيهم، ما بناخذ حقهم للناس يلي بحاجه لمربين تتعمل منتوجات ببيتها، وهن بدورهم كمان اكيد بيرجعوا بيعقمون وبنظفون بيرجعوا بيستعملوها. هالطريقه لقيت اذا بدك كثير ترحيب، الناس عم تيجي لعنا بحاجه ل 20 مربين و 30 مربين بنعطيهم، والناس اللي عم تيجي تشتري من عنا بيجيبوا معهم مربينهم، ناخذ اذا جايبين 20 مربين بيطلع حقهم تنفترض 40,000 ليره، بياخذوا فيهم منتوجات وشو بتطلع فاتورتهم يا بنخصمنهم يا بنعطيهم حق المربين. بهالطريقه لقينا فكره كثير حلوه وكثير حبوها الناس وماشيين فيها تنوفر على بعضنا، لانه اليوم ما في مربين رخيص، ما في قنينه رخيصه، ما في مربين صغير رخيص، كله صار حقه مصاري. قبل كانت الناس ما تنتبه لهالموضوع لانه ما كانوا غاليين، هلا صارت كلفه عاليه على الشخص اللي عم يعمل. اذا اجى اذا منتوجه 50 مربين وقدر يحصل على 50 مربين عقمهم ونظفهم يعني بيقدر يعطينا سعر منيح، نحن كمان عم نرجع نبيعهم بسعر منيح. من هالمنطلق مشينا بهالسيركوي وبعدنا ماشيين فيها، واكيد السله ما رح تغلى، بل عم بتزيد النوعيات اللي فيها. يعني نحن وقت بنعمل 3 كيلو حامض ب 10,000 او 3 كيلو ليمون او 2 كيلو ليمون حسب النوعيه ب 10,000، بنعمل 4 كيلو فول ب 10,000، هدول الفول الاخضر يعني مش تبع الطبخ اكيد. من هالمنطلق الناس عم بتشوف الفرق، عم بتشوف النوعيه وعم بحبوا يجوا لعنا، ونحن بليز ما عم نضارب حدا، نحن عم ناخذ منتوجات الخضره ما بنربح فيها، مثل ما بتيجي علينا بنمرقها ببيت الزراعه للمستهلك، منا عم نعمل تجاره ومنا عم نعمل اذا بدك مضاربات مع حدا، هي بس اللي بحب يحط بضاعته عنا بنبيع له اياها بسعر الكلفه لحتى هو يضل ماشي حاله ويضل يقدر يزرع ويوقف على مصلحته ويضل ماشي الحال. نحن بذات الوقت ببيت الزراعه عنا غير برودكت عم نشتغل فيه منتاجر فيه، مشان هيك قادرين نحن نمرق الخضره بدون ما نربح فيها، نحن مبسوطين والمستهلك مبسوط واللي عم يزرع عم بيكون كثير مبسوط. من هالمنطلق حبينا نكمل ببيت الزراعه بانطليس بهالفكره، وباذن الله ما راح نوقف لقدام دائما ان شاء الله دائما. وهلا اذا بتحبي سحر اذا ما عندك اي سؤال نرجع بننتقل على الشتلة. ايه بدنا هلا نحكي عن الشتلة لنعرف منك مطولا مميزاتها وتخبرنا عنها ونشوف اذا فينا نزرعها عنا بالبيت، تفضل. صح. قبل ما احكي عن البوليغالا بدي اذكر انه في عنا القطران شغل لبنان، شغل منطقة، شغل شركة بيو اورجانيك، وعنا الفحم القطران يلي بخاف من الحياية، وبتعرفي هلا اجى الموسم الصيفية، عنا القطران بيجي كيلو 100 جرام، نوعية جيدة جدا، معمول بلبنان بضاين شهر وجمعة غير بقية الأصناف، بينحط بكبيات كرتون، فناجين كرتون صغيرة بتعبى نصها، بحط بقلبها شافت قطنة، بيتوزع كل مترين وحدة داير من دار البيوت، بهالطريقة بيكونوا طمنوا بالهم إنه الأفاعي ما رح تقرب عليهم. كمان عنا الفحم معمول بطريقة كثير منيحة، بنشيل منه المواد السامة، إذا كان حدا عم بيشوي ما بيعلي أي شيء باللحمة أو بالبطاطا أو بأي أشياء عم بيشويها، كمان موجودة ببيت الزراعة، هيدي حفاظاً على صحة الشخص اللي عم بيشوي وحفاظاً على صحة الشخص من الحياية. عنا القطران والفحم إذا بحبون شغل شركة بيو أورجانيك. هلا رح نحكي على البوليغالا. بوليغالا هالشتلة اللي بأستراليا كانوا يعتبروها موفيزير، يعتبروها شتلة يعني حشيش عاطل، فكانوا يقصون ويكبون، إلى أن حدا حب يستعملها هالشتلة كانوا يفتكروها عاطلة، صار يكتر منها ويبيع منها للزينة، وصارت دارجة بكل هالبلدين من شتلة ما بتسوى
بيعتبروها حشيشه لازم يكبوها، لا شتلي صار حقها مصاري صارت تتوزع. كل اللي بحب يزرع شيء ملون قدام بيته توصل لحدود ال 700 800، كل ما سقع التقس يعني اذا وصل الحراره لناقص 2 الورق تبعها بيبس وبهر، واذا وصلت الحراره ناقص 5 بتموت الشتله. من هالمنطلق لازم نعرف نحن اي منطقه بدنا نزرع، لازم نزرعها بمناطق دافيه يعني ب 700 800 ونزول، هالطريقه بنقدر نحافظ عليها. الحلو بالبوليجالا هي شتله بتضل صيف شتي خضراء، لون الزهر تبعها مثل ما شايفين هلا بياخذوها كلوز على الكاميرا، لونها كثير حلو، بتزين كثير حلوه، والمهضوم فيها نحن خاصه بلبنان لانه بنحب كثير الحمبليس، شتله الحمبليس هي ورقه مثل شتله الحمبليس، لبل في كثير ناس اذا كانت الشتله صغيره وما عليها زهر يفكروها انه هيدي شجره حمبليس. الشتله تبعها بتكبر بين المتر ونص والمترين ماكسيموم، بيقدروا يحطوها داير من دار البنايات، بحطوها داير من دار الجنينات، تعمل سياج حلو كثير. الشكل تبعها والزهور تبعها بيضينوا فتره كثير طويله لوقت ما يجي السقعه، بس يجي السقعه الزهره تبعها بتخف وبتقل. بس طالما جاي تقس حلو بضل زهرتها عندنا موجوده من شهر 3 لشهر 11، بضلها زهرتها حلوه ورونقها كثير حلو. مروان كمان شتله البوليجالا ما بدها كثير اعتنى كتربه، نقدر نحط لها نعم سعر. يعني سبقتني، مش معقول في تواليد افكار. بدي اقول لك انا انه البوليجالا كيف بدنا نعتني فيها بطريقه مثلى لما تموت دغري ولا تضل تعطينا خضاره وجمالها، وهل صعبه انه اذا بدنا نعيشها عنا كنبته؟ صح. لا كشتله اذا بنشتريها دغري بالحوض تبعها وبنزرعها عنا ابدا منا صعبه، بالعكس شتله كثير قويه. حتى طريقه الزرع تبعها يعني اذا ما عندنا تربه مثل التيرا جرين اللي هي مخصوصه للزرع، او فينا نحط تيرا جرين مع سو جرين اللي هو سماد العضوي مع تراب عادي بنخلطهم بنزرعهم بقلبها، فينا نزرعها بتراب عادي، بس المهم يكون هالتربه بتصرف مي. هي بس المشكله للبوليجالا اذا بيجي عليها كثير مي مجمعه دلو ستاجنانت، ميتها ما بتصرف بالهين، بتاثر على الشتله، معقوله تموت الشتله. بس طالما عم نزرعها بخلطه او بتراب عادي بس تصريفه منيح، اكيد بدنا نبخش الحوض مزبوط، نعمل له مهارب للحوض، نحط له بحص، نرجع نحط الجيوتكستيل اللي هو الشاش تالمي تعمل فلتراسيون مزبوطه، تالمي تنزل مزبوط من الحوض وما يضل عندنا مي مجمعه على الشلوش. الحلو اكثر بالبوليجالا انه ما بيجي عليها كثير حشرات، وان اجى عليها حشرات بيجي عليها حشره المن، من الاخضر او المن القطني، علاجها كثير هين، بنقدر نرش نحن وقائيا كل جمعة أو كل 10 أيام مرة على مرتين ثلاثة، هيك منتجنب أنه يصير في عنا حشرات. في حال طلعنا عليها ولقينا أنه صار في عليها من أو من قطني، نقدر ساعتها نحن منرشها كل جمعة مرة على ثلاثة أو أربع مرات ورا بعضهم تنقتل سيكل هالحشرة، وبالتالي ببطل عنا هالمن، بصير بعدين فينا نرش كل 20 يوم مرة، ما في مشكلة أبدا. دائما دائما بس بدنا نرش، لا إذا كان في عليها حشرات بدنا نرش لها بوقت ما يكون في شمس، يعني بكير الصبح أو عشية أو من بعد ما تغيب الشمس عن الورق تبعها على القليلة بساعة ساعتين، تالورقة ما تكون حامية، ونرش لها نحن دواء زراعي برودوي فيتو سانيتير أو دواء كيميائي ويأثر عليها ويحرقها. الحلو كمان إنه بالبوليجالا لما نكون نحن بدنا نشحلها نقدر نشحلها بأيام الشتاء تنعطيها الفورم تبعها، وبنقدر نعطيها مغذيات، فينا نعطيها الفيتامينات ال 20 20 20 اللي بيكون فيهم مغنيسيوم كمان ومنغنيز وفير وبور، هاو بيكونوا بفرد نوع كيماوي بينسقى كل 15 يوم على مرتين ثلاثه، تعطي ازهرار حلوه، تعطي ازهرار حلو عفوا، والورق تبعها بيعطي رونق وبيعطي لون حلو، بهالطريقه بيكون عبت الشتله كلها ورق وصار فيها صار شكلها كثير حلو. برجع بذكر انه لازم دائما نشحلها على القليله مره بالسنه لحتى نعطيها فورم حلو ويكون شكلها مهضوم. اساس الشتله هي امريكا الجنوبيه مثل ما ذكرت، وبعدين باستراليا اعتبروها انه شتله ما بتسوى كانوا يشلوها، وليكو من شتله ما بتسوى كانوا عم يكبوها ويرشوا لها دواء تيحرقوها، لشتله صارت معروفه بالعالم كله والناس عم تزرعها هلا، والناس هلا بتحطها ببيوتها، اسعارها كثير حلوه والاعتناء فيها كثير قليل. بنقدر نحن الشتله تبعها نقدر نفسخ منها، ناخذ عنق صغير شيكو صغير بس يكون عمره سنه سنه وشوي، ونشيل عنه الورق ونشكه لحتى نزرعه ونطلع منه شتله. منا هينه مثل غير شتلات، غير شتلات بينشكوا
بيطلعوا بسهولة. بوليغالا بتعذب شوي، يعني تقريبا نسبة التفريخ تبعها لما يكون عم نقص ونشك تقريبا بيوصل لل 50%، اللي هو كتير قليل بالنسبة لغير شكلي. نقدر نجيب نحن صينية مثل هالصينية، ناخد من قلبها، ناخد شيكو بنعبيها بقلبها التيرا جرين، وبناخد هالعنق الصغير بنشيل عنه الورق. إذا عم تسأليني شي سحر عم بسمعك. لا عم بتفرج عليك، عم بتفرج عليك مروان، لأنه شي حلو إنه طريقتها بالزرع شو لذيذة وشو هينة. صح صح، بس التفريخ تبعها شوي صعب، بس إنه أوفر ما إنه نشتري بويت. وبنرجع نسقيها بهالطريقة أكيد. هلا نحن دائما لازم نسقي التربة قبل ما نحطها. وهلا هون حطينا هالشيكو يلي قصيناه، نقدر نعمل كذا وحده بكذا. هلا هون عم ننقي وحده قاسي شوي، فولا كمان نشيل عنا الورق. اوبس، هيدي قطشناها كلها، فولا رح نشيل الورق عنا مثل ما عملنا باول وحده اكيد. وهون قصيناه هون وشكينا ثاني وحده، وبهالطريقة منعبي هالصينية كلها سوا. وبدنا نحطها بحرارة أكيد بين 18 و23 درجة، ما يكون منطقة ساقعة كتير. بهالطريقة بنسقيها كمان لوقت منشوف التربة بلشت تنشف، نرجع بنمرق لها مي. ما بنحط لها فيتامينات، ما في مشكلة أبدا، بس الشلج تبعها يعبي ويطلع من مهرب الصينية من هون. نحس إنه الشلج بلش يطلع من مهرب الصينية، نقدر ساعتها نشيلها وننقلها على بو اكبر. وبهالطريقه بكون صار عندنا من شتله وحده اللي هي شتله الام المذر بلانت، شلنا شتول كثير وصرنا عم نقدر نزرع بجنينتنا. مروان بنصح فيها البوليغالا لانه الاعتناء فيها قليل. طريقه السقي تبعها عاده. نعم سحر مروان، البوليغالا بتطول كثير لتكبر، يعني اذا الواحد هيك حاطط براسه بده يعمل ديكور قدام بيته، بده يسكر باب مثلا بيت من برا فيها، بتاخذ وقت كثير تتنمى وتكبر؟ صحيح، بتقدر توصل ل 50 سنتي بالسنه اذا حطيناها بكونديسيون فافورابل، حطيناها بجو ملائم لها، يعني بدها شمس ما بدها في. بنحط لها فيتامينات كل 15 يوم ابتداء من اول الربيع لوقت ما يصير يعني تأس تقريبا، يعني بعد منها بشهرين ثلاثه، يعني بنحط لها على ثلاث مرات كل 15 او 20 يوم مره، بيساعد انه ينطر الزهر تبعها ويتكبر الورق تبعها. واكيد بدنا نحط فيتامين متوازي، لان اذا حطينا ال 20 20 20 حيقوي الشلش، حيكبر الورق وحيكبر الزهر، يعني بهالطريقه بنكون حفظنا على النمو الشتلي بشكل كلها، يعني جذور ورق وزهور. يعني نحن اذا زرعناها بظرف سنتين بتقدر تعملنا شكل كثير حلو، واذا اخذناها كبيره مثل هاي كافيه انه نعطيها غذيات مضبوطه لعمر ثلاث سنين، تقدر توصل للمتر ونص مترين، وبكون عملنا شكل كثير حلو حوالي بيتنا. كمان النحل بيجي عليها، اذا حدا عنده نحل حد بيته او بقلب جنينته، كمان للنحل الرحيق تبعها كثير حلو. رح جرب فرجي زهرة صغيرة عليها، بحب ارجع اذكر انه كثير ناس بيفكروها انه هي الحملاس، هي كثير بتشبه ورق الحملاس. يا ريت اذا بتاخذها الكاميرا مزبوط شوف هالزهرة تبعيتها شو حلوة. عن جد شو حلوة. ولما تكون معباية كلها سوا بتعطي شكل كثير حلو. فلا. فمن هالمنطلق أي حدا حابب يزين حتى البلكون عنده بيقدر يحطهم بهانجينج باسكتس، بيقدر يحطهم ببويات معلقة على درابزين، بيقدر يحطهم على البلكون على الأرض، وأكيد على التراس. ومثل ما ذكرت إذا داير بنية بدنا نسيجها حتى داير ما تنضار، أو إذا عنا جنينة حابين نسيجها بشكل كتير حلو تقدر تعملنا فانس. ما بيقدر حدا يفوت علينا لأنه علو متر ونص مترين بعباوة البوليغالا، كافية إنه نوفر نحط سياج أو نحط شريط حديد نكون زينا بشتلة كتير مهضومة. أهم شيء بالبوليغالا كيماوي، يعني فيتامينات على القليلة ثلاث مرات بالسنة. أيام الشتاء لما تسقع الدنيا بين شهر 11 وشهر 2 نحط لهم السوغرين يلي هو فيتامين سماد عضوي تيدفي التربة ويعطيها بكتيريا بالأرض وما تتعرض الشتلة للسعة، خاصة وهي شتلة ما بتحب السعة أبدا. وكمان لما نكون بدنا نبلش أول الموسم نرشها وقائيا للمن للسوسي وللدودة في حال كانوا موجودين، هيك بنطمن بالنا أنه عندنا شتلة حلوة، شتلة بتضاين وما بدها كتير اعتناء.
نحن كثير شوي على اليابانيز ما بنعتني كثير بالشتل، يعني بنحطهم وشوي نضلنا مشغولين ما بنعتني بالشتل. بوليغالا توفي بالغرض، ما بدها كثير اعتناء، وشكلها كثير حلو ومنظرها ورونقها بيعطي شكل حلو للبنيه او للتراس الموجوده. نعم مروان، انا عم بسمعك. ايه اكيد. سؤالي الاخير لك، بعد عندي بس دقيقه من الوقت، بس لانه دائما بنسمع انه اللبناني بحب كثير يصقي، يعني اللي عنده بلانتيت قدام البيت كل يوم كل يوم الصبح بيقوم بدهم او ما بدهم مي، يلا بيرشوا مي من فوق لتحت. قد ايه نحن بهيدي الطريقه يمكن عم نقتل بلانتيت معينه مش عم نعيشها، وقد ايه لازم سقيه المي للبلانتيت تكون مدروسه؟ لانه في كثير بيفكروا انه قد ما كبينا لها مي وقد ما شبعناها مي بتعيش اكثر. هي الفكرة، فكرة السقاية هي بتعملنا باستان، بتقضينا وقت ننبسط فيه، بس دائما الشتلة في عندها وقت معين للسقاية. أنا دائما بنصح، يعني أنا إذا عندي جنينتي بس التربة قبل وبشوف إذا بحاجة لمي بسقيها، أو بكون مرجلج السيستم السقاية عندي أو طريقة السقاية، إنه هالشتلة عم بحط عم بحسها أنا كل ثلاث أربع أيام بدها سقاية مرة، أو كل ثلاث أيام سقاية مرة بنسقيها. دائما الشجر يلي عنده شلوش وكبار غير الشتول الصغيره مثل الحبق تنفترض، هيدي الحبق اذا بنسقيها مره بجمعه اكيد بتتعب، او كل اربع ايام اكيد بتتعب، تتعب نظرا للفوق تبعها لانه صغير والحجم الشلوش تبعولها منه كبير. بس لما نكون عم نحكي شتله شجره او اربيوس مثل هالشتله بوليغالا عندها فوليوم شلوش حجم شلوش كثير كبير، دونك نحن بس بدنا نسقي، ما فينا نسقي كل يوم لانه رح نعفن لها الشلش تبعها، بعد فتره بطل تاخذ المغذيات تتوصلهم على الورق وعلى الزهر وحتأثر على الشتله وتموت. عشان هيك دائما بس بدنا نسقي احسن انه ندس التربه او نعمل سيستم انه كل ثلاث ايام بنسقي، ودائما نسقي الصبح بكير احسن ما نسقي بالليل لما نجمع الشلش، الا بايام الشوب كثير 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 حتى ما تتبخر هالمي، بدنا نسقي كثير بكير او شوي صغيره عشيه، ساعتها ما بيروح عنا تبخير مي كثير بالشوب القوي، وبذات الوقت بيكون الشتله اخذت الكمية الكافية من المي تبعها وضلت رطبة وضل الشتلة ضل الورق والجذور تبعها منيح. كل ما كترنا مي كل ما قتلنا الشتلة، هيدي شغلة كتير معروفة بدنا ننتبه. كتير ناس بيسألوا طب إذا مي جارية، مي الجارية غير المي اللي مجمعة، مي الجارية بيكون الشلش بعيد عنا بيوصل عليها بس ما بتأذيها مثل الجوز أو غير أو الحور، بيكونوا مزروعين على ضفاف النهر، هاو بيكونوا ماشي حالهم لأنه مي منا مجمعة، المي جارية ما عم بيصير في عليها أمراض فطرية. نعم مروان حيدر خبير زراعي. هاي البوليغالا حبينا نحكي عنها اليوم، وإن شاء الله تكون وافت بالغرض. يعني أكيد وفيت بالغرض مروان، كل بلونتيتك بجننوا والسلة يعني مشكورة عليها. أنا بدي وجه لك تحية كتير كبيرة من قبل الأكيب العامل. مروان حيدر خبير زراعي، شكرا لإطلالتك معنا لليوم. يا هلا أصدقائنا المشاهدين، نحن متابعين معكم رحلتنا، ولكن من بعد ما ناخذ هالفاصل ونواصل.